في سؤال في 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 مصطلح دائما يطرح ان بطوله الخليج غير معترف فيها. صحيح. وهذا هذا المصطلح غلط. يعني لو البطوله غير معترف فيها ما راح نلعبها. لان الفيفا اذا ما يوافق على هو الفيفا يوافق على اقامه البطوله ويرسل لنا ممثل نطلب ممثل للجنه الحكام فكيف هم معترف فيها؟ عدم المقصود ان هي مش موجوده ضمن الرزنامه. يعني مش موجودة ضمن رزنامة. لا بس في نقطة بعد مهمة أبو خليفة، أن اللعيبة الأندية ما تسمح للعيبة لأن دوريات تلعب وما في توقف. إيه أنا أقول لك مش موجودة في الرزنامة، مش موجودة في الرزنامة لأنها تعتبر مباريات دولية رسمية أو رسمية دولية ودية، آسف ودية دولية. عشان تتحول في بطولات كثير ترى في العالم، بطولات إقليمية والكل قاعد يطالب الفيفا أن يضيفها. ف احنا راح نحاول مثل ما اتفقنا مع الاخوان في الاتحاد الخليجي ان احنا راح نحاول ان احنا نطلب من الفيفا. بس الان يعني اكون صريح وياكم صعب، صعب جدا يعني مش بسيط.